طالعين بكره ان شاء الله، و يعني انتم رافعين راسنا، و يعني بس كنا نحكي بالتوفيق، و ما بعرف قديش تدربتوا، و يعني كنا عم نحكي انه مجموعه صعبه شوي، بس ما شاء الله عليكم احنا يعني يعطيكم العافيه والسلام ان شاء الله، ونكون كنا متابعينكم، و يعني راح نكون نحضر في المباريات. Thank you so much.